جماعة الحوثي نفذت هجوما بالصواريخ البالستية على سفينة قالوا بأنها سفينة أمريكية في 24 ساعة الماضية. بيان رسمي قد صدر من الجماعة حول هذا الهجوم، بالإضافة إلى المزيد من التفاصيل نشرت حول هذا الهجوم من قبل وكالة رويترز. والقيادة المركزية الأمريكية والسفينة التي نتحدث عنها هي سفينة بينوكيو. جماعة الحوثي قالت بأن هذه السفينة هي سفينة أمريكية، ولكن من التسجيلات الخاصة بهذه السفينة اتضح بأنها سفينة سنغافورية. منذ عام 2021 انتقلت ملكيتها في عام 2024 إلى شركة سنغافورية أخرى. كذلك القيادة المركزية الأمريكية أكدت نفس المسألة، قالوا بأن هذه السفينة هي سفينة سنغافورية وتحمل العلم الليبيري. كذلك إحدى أهم الخبراء في معهد أو أحد أهم الخبراء في معهد واشنطن وهي نوم ريدين كانت قد ذكرت بأن هذه السفينة لها ارتباطات سابقة بالشركات الأمريكية، وحاليا هي مملوكة من قبل شركة سنغافورية، والسفينة سنغافورية لا غبار عليها أبدا. وهذا بالضبط نفس الأمر الذي حدث مع سفينة بيربل فورتشن. هذه السفينة أيضا جماعة الحوثي قامت باستهدافها بالصواريخ، وقالوا بأن هذه السفينة أمريكية، ولكن اتضح في نهاية المطاف من تسجيلات السفينة من القيادة المركزية الأمريكية من كذلك تفاصيل سابقة للسفينة اتضح بأنها سفينة سنغافورية تحمل العلم السنغافوري، وأنها سابقا كانت مملوكة لإحدى الشركات الأمريكية. وهذا كله يوضح بأن المعلومات الخاصة بجماعة الحوثي حول السفن في المياه الإقليمية هي معلومات ليست محدثة، وهذا هو الذي يجعل جماعة الحوثي بهجماتها خطيرة للغاية على جميع السفن حول العالم. وهذا يعني بأنها ستستهدف أي سفينة بغض النظر إن كانت سفينة أمريكية، بريطانية، إسرائيلية، متجهة لإسرائيل، غير متجهة لإسرائيل، أو أي دولة بالعالم، هي ستخطئ في الاستهدافات بناء على المعلومات التي تمتلكها، وهي معلومات غير محدثة كما هو واضح من هذه الأمثلة التي نتحدث عنها. والسفينة التي نتحدث عنها اليوم سفينة بينوكيو هي كانت متجهة كما نلاحظ إلى قناة السويس، وأن عملية الاستهداف جاءت هنا في البحر الأحمر قبالة ميناء الحديدة كما تلاحظون، أو محافظة الحديدة بشكل عام. وعلى هذا الأساس السفينة تقريبا كانت هنا عندما رصدتها جماعة الحوثي وقامت باستهدافها كما تحدثوا في بيانهم الرسمي بالصواريخ البحرية، وبأنهم أصابوها بدقة. لكن هيئة العمليات التجارية البحرية والقيادة المركزية الأمريكية أكدوا بأن الهجوم كان عبارة بصاروخين بالستيين مضادة للسفن، وبأن هذه الصواريخ لم تصب هذه السفينة نهائيا. وبعد ذلك بساعات مساء يوم أمس بدءا من الساعة 11:30 من مساء يوم أمس بتوقيت طبعا صنعاء، قامت القيادة المركزية الأمريكية بقيادة ضربات عنيفة على مواقع جماعة الحوثي بعد هذا الاستهداف. استهدفوا من خلالها إحدى الزوارق المفخخة تحت الماء التي كانت معدة لمهاجمة خطوط الشحن في البحر الأحمر، وكذلك استهدفوا أيضا 18 صاروخا معدة للهجوم على خطوط الشحن. كذلك دمروا هذه الصواريخ مع منصاتها. كذلك ضابط كبير في القوات المشتركة اليمنية كان قد صرح لوكالة أنباء العالم العربي، تحدث بأن هذه الضربات كلها جاءت في ميناء الحديدة، وبأن هذه الضربات أدت في نهاية المطاف إلى مقتل 11 عنصرا من جماعة الحوثي وجرح 14 عنصرا آخرا. ومن ضمن هؤلاء القتلى والجرحى هم عبارة هنالك 4 خبراء متخصصين في مثل هذه الهجمات على السفن بهذا الشكل. وبالتالي جماعة الحوثي هنا يلاحظ من طبيعة هذه الهجمات بشكل عام بأنها مؤخرا لا تحقق الكثير من النجاحات في استهدافاتها في البحر الأحمر. هي لم تصب الكثير من السفن مؤخرا ولأسابيع طوال في البحر الأحمر مقارنة باستهدافاتها في خليج عدن. في خليج عدن حيث تتمركز سفينة وتتموضع سفينة بهشاد الإيرانية التي تعطي الكثير من الإحداثيات والمعلومات لجماعة الحوثي عن حركة السفن هنا في مضيق باب المندب وخليج عدن. جماعة الحوثي نجحت في الكثير من الاستهدافات، شهدنا غرق على سبيل المثال سفينة روبي مار البريطانية، وكذلك MSC سكاي
K2 التي استهدفتها جماعة الحوثي بدقة عالية للغاية، أدت هذه الضربة إلى تعطيل السفينة بالكامل ومقتل وجرح العديد من عناصر الطاقم الخاص بهذه السفينة وغيرها من هذه السفن. بالتالي دقة عالية في خليج عدن، ويبدو بأن هنالك نوع من السيطرة وضبط الإيقاع في البحر الأحمر، وهذا قد يفتح الباب للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والدول المنتشرة في المنطقة لاستغلال خصوم جماعة الحوثي مثل حكومة المجلس الانتقالي الجنوبي، أن تكون هنالك ترتيبات جديدة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك من أجل تعزيز هذا المجلس أو المجلس الانتقالي الجنوبي بالمنظومات الدفاعية على سبيل المثال، وكذلك المنظومات الرادارية، وهذا من أجل تعزيز النقاط الدفاعية الموجودة لحماية خليج عدن من هذه الاستهدافات الدقيقة لجماعة الحوثي. مثل هذه المنظومات ممكن فعلا أن ترصد الصواريخ وتتصدى للصواريخ والطائرات المسيرة قبل وصولها إلى خليج عدن، وبالتالي سيؤدي هذا الأمر إلى أمان أكبر للسفن في خليج عدن. وأساسا الأمور نوعا ما يبدو بأنها أكثر أمانا من أي فترة مضت في البحر الأحمر رغم خطورة هجمات جماعة الحوثي. بالتالي تأمين البحر الأحمر وخليج عدن يعني فك الحصار المفروض على مضيق باب المندب، وقد يعطي فرصة أيضا للشركات الشحن الدولية أن تبدأ باتخاذ هذا الطريق والاستغلال أو الاستفادة من هذا الطريق مرة أخرى، بدلا من أن تقوم شركات الشحن بدورة بعيدة وبحقيقة توجه بعيد للغاية بالذهاب عبر الرجاء الصالح إلى مضيق جبل طارق. وهذا أيضا يفتح الباب شيئا فشيئا للدول الغربية بالضغط على الحديدة التي تعتبر نقطة استراتيجية مهمة بالنسبة لجماعة الحوثي على البحر الأحمر، وجماعة الحوثي منتبهة لمثل هذه السيناريوهات، مثل هذا التعاون مع المجلس الانتقالي الجنوبي أو حتى أي خطر قادم تجاه الحديدة. وهذا الأمر واضح جدا من طبيعة التعبئة المستمرة للمقاتلين الجدد لدى جماعة الحوثي، حيث إنهم يقومون بالعديد من عمليات التعبئة للعديد من الدفعات في محافظة حجة، في صنعاء، في المحافظات المحيطة كذلك بالحديدة، في ذمار، في إب، وكذلك أيضا في تعز. وهذه التعبئة لهؤلاء المقاتلين الجدد هم طبعا تحت عنوان طوفان الأقصى، دفعات من المفترض، وقالت جماعة الحوثي بأنهم يريدون إرسالهم لقطاع غزة للقتال هناك، ولكن التعبئة تأتي باتجاه هذه المحافظة المهمة التي تتعرض إلى الكثير من الضغوط في حالة أي هجوم ممكن أن تتعرض له. هم قاموا بالتعبئة، بالتخطيط، ببناء الملاجئ تحت الأرض للاستعداد لأي طارئ ممكن أن يطال الحديدة، وكذلك هم يحشدون باتجاه الحكومة الشرعية أو حتى مناطق المجلس الانتقالي الجنوبي. على سبيل المثال، ونحن ذكرنا تعز، كانت هنالك دفعة في 72 ساعة الماضية من 420 مقاتلا جديدا في جماعة الحوثي، قاموا باستعراض طبعا والاستعراض بهذا الشكل في شرع بالسلام كما تلاحظون في تعز، ظهروا وهم مدججين بالسلاح، قد انضموا إلى جماعة الحوثي. وكما نلاحظ هنا أن هنالك صورة توضح لنا بعض المناظر التي من الممكن أن نستفيد منها ونعرف أين تمت عملية الاستعراض. هذا مبنى واضح أمامنا، وهذا مبنى آخر أيضا، تلاحظ أن ساحة مفتوحة أمام هنا، وكذلك نوع من الجدار أو السياج لهذه المنطقة، وبالتالي يبدو بهذه الشكل وبهذه الطريقة. ونلاحظ أيضا أمام شكل مميز للجبل، ويبدو بأننا وكأننا أمام مدرسة وبأن هذه صفوف. وإذا ما اتجهنا إلى القمر الصناعي الآن، فهذه المنطقة هي تأتي إلى شمال غرب تعز، هنا شارع بالسلام التي نتحدث عنها. وإذا ما اقتربنا من هذه المنطقة فستلاحظ بأنها منطقة جبلية واضحة، والموقع الذي استعرضت فيه جماعة الحوثي هي تأتي في مدرسة بدر بني عوني التي ترونها، هذه هي المدرسة تحديدا، والنقطة التي كانت ظاهرة أمامنا في الصورة هي هذه النقطة بالضبط، تتطابق تماما مع كل ما رأيناه قبل قليل. ستلاحظ نفس المبنى بالضبط، هذا مبنى آخر، ساحة ترابية، وهذا هو السياج، وكذلك ستلاحظ بنفس الوقت الجبال التي كانت ظاهرة في هذه الصورة تتطابق تماما مع ما رأيناه قبل قليل، وهذه هي
الجبال كما نلاحظ بهذا الشكل هي واضحة أمامنا مع كل العلامات التي ظهرت لتؤكد لنا أن الاستعراض والمقاتلين تمت تعبئتهم هنا. لماذا نريد أن نعرف موقع هذا أو هذه التعبئة؟ هي لتؤكد لنا بأن الجماعة بالضبط كانت قد هيئت مقاتلين جدد هنا في هذه المنطقة. ولاحظنا أن في ذي السفال في إب أيضا كانت هنالك تعبئة مؤخرا في هذه المنطقة. بالتالي تلاحظ أن الجماعة تعبئ بشكل مستمر باتجاه مواقع سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي في تعز. هنا يوضح بأنهم يعدون لشيء ما ويحضرون للضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي، وكذلك يحشدون باتجاه مواقع سيطرة الحكومة الشرعية هنا باتجاه البحر الأحمر، وهو يعطي فرصة لجماعة الحوثي بالتصعيد بأي لحظة في ظل أي تعاون ممكن أن يأتي من المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية مع الدول المنتشرة، إن كانت من حلف حارس الازدهار أو حلف آسبيديز وهو حلف الدروع الأوروبي. من الممكن أن تتصاعد الأمور بسرعة للضغط على هذه المناطق التي نراها بكل تأكيد. والتصعيد من قبل جماعة الحوثي هو لا يأتي من فراغ، هو يأتي في ظل عدم وجود أي هدنة حتى هذه اللحظة في قطاع غزة، وها نحن في شهر رمضان وهذا هو سبب كبير للتصعيد. ونرى أيضا التصعيد حاضرا من قبل حزب الله اللبناني تجاه العمق الإسرائيلي. كان هنالك هجوما كبيرا من حزب الله اللبناني على العمق الإسرائيلي بمئة صاروخ كما تلاحظون، وكما وثقت النيويورك تايمز، وهذا ردا على هجمات إسرائيلية قد جاءت على بعل بك، 6 ضربات إسرائيلية عنيفة للغاية ليلة يوم أمس. وأيضا أن المقاومة الإسلامية في العراق المتمثلة بالفصائل المسلحة في العراق كانت قد أعلنت هجوما على العمق الإسرائيلي وتحديدا على مطار بن غوريون بهذا الشكل كما تلاحظون، كما هو واضح. وستظهر الطائرات وهي تنطلق، لم تكن هنالك الكثير من التقارير من إسرائيل على سبيل المثال التي تحدثت عن أي هجوم بأي طائرة مسيرة، ولكن تصعيد واضح وكبير. مع ذلك هنالك بعض التقارير القادمة وبعض التصريحات القادمة من وفد التفاوض الإسرائيلي اليوم، كان قد تحدث بأن حماس مهتمة بالتوصل لاتفاق في رمضان، وهذه مسألة مهمة للغاية ستكون بالنسبة للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وذلك لأن أي هدنة تتحقق الآن فهي ستفتح بابا للدبلوماسية أكبر، ستوقف كل هذا التصعيد الذي نتحدث عنه، وكذلك ستمنع أي توسع للحرب. والرجل يعمل على مساعدات كبيرة للمواطنين الفلسطينيين المتواجدين في قطاع غزة بشكل عام، وهو يحاول كسب الناخبين المسلمين والعرب من الأمريكيين في الداخل الأمريكي للاستعداد لمواجهة دونالد ترامب في نوفمبر القادم. فجو بايدن الآن هو متواجد اليوم في نيوهامشير كما تلاحظون، ويوم غد سيتجه إلى ويسكونسن، وبعد غد الخميس سيتجه إلى ميشيغان. وويسكونسن وميشيغان هي من الولايات المتأرجحة التي يتقدم فيها دونالد ترامب الآن، بحسب الكثير من الاستطلاعات الرأي توضح أن دونالد ترامب متقدم على جو بايدن في هذه الولايات، وهذه الولايات تعتبر مهمة للغاية لجو بايدن، خاصة ويسكونسن وميشيغان. ميشيغان هو حتى هذه اللحظة طبعا ليس في وضع جيد بها، بسبب أن في ميشيغان هنالك كثير من العرب والمسلمين الأمريكيين الذين يقفون ضد سياسات جو بايدن في دعم إسرائيل في كل ما يجري في قطاع غزة، وبالتالي على أقل تقدير لن يصوتوا له، وهذا كافي لخسارته طبعا لدونالد ترامب. وإن خسر ويسكونسن أو ميشيغان سيعني خسارة الرئاسة الأمريكية وقدوم دونالد ترامب، وبالتالي إن تحققت الهدنة الآن على سبيل المثال أو يوم غد فهذا سيكون توقيت مهم جدا لجو بايدن للاستثمار في الانتخابات التي سيترقبها العالم بأكمله.